هذا هو طارق البرواني باختصار يعني كده سريع جوائزه اسهاماته في هذا المجال دراسته ايش اللي عمل ايش اللي سوى طارق البرواني هو مؤسس ورئيس عمان المعرفة ومدير مواقع الكترونية بالنورس وعدد كبير من الجوائز هاليومين في كوميكس 2009 عند جناح عند مدرسة كده خاصة لتعليم أشياء كثيرة عديدة يمكن غايبة عن أذهان كثير من الناس طارق مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا بك أهلا حيك أول شيء على فيلم قصير سريع قدمت فيه نفسك بشيء كذا من التقنية الجميلة إيش حبيت تقول للناس من خلال دقيقة ونص تقريبا بالضبط هو الفيديو هذا هو جميع الأنشطة والمشاريع اللي اشتغلت فيها فقط فهو فقط نبذة بسيطة عن إيش الأشياء اللي اشتغلت فيها وإيش المشاريع اللي اشتغلت فيها في 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 في, في مسقط وخارج مسقط طبعا ننتظر نسختك العربية باللغة العربية إن شاء الله جاهزة بس في وقت برنامجنا ما جاهزة لا بنجيبها إن شاء الله وليهمكم إن شاء الله وليهمكم بإذن الله تعالى إن شاء الله مجموعة كبيرة من الجوائز عادة كذا يسأل صاحب هذه الجوائز إيش تعني للجوائز حمل ثقيل ولا مسؤولية ولا كيف والله مسؤولية والنعم مسؤولية أكيد لأن من الجوائز هذا الحين ضروري كيف ممكن أستفيد منهم يعني كيف ممكن أنا أفيد الآخرين نعم في مجتمعنا وطبعا دولتنا سلطنة عمان أنت مهتم بهذا الجانب اهتمام كبير ما فوت كوميكس 2009 لك جناح نعم. سميتها افتكر مدرسة كوميكس نعم. إيش اللي يتم في هذه المدرسة الحين طارق؟ من خلال الحين ناس سمعوا من هو طارق والجوائز اللي معاه ومتى بها ذلك لكن كيف الناس ممكن يستفيدوا من هذه الأشياء الآن كيف ممكن يستفيدوا من العلم وهذا المهم وهذا مهم طبعا وهذه مرة ثانية طبعا السنة الماضية كان معانا نفس الشيء مدرسة كوميكس هذه ما المرة الأولى وكل سنة إن شاء الله بيكون معانا جناح خاص في معرض السيب الدولي طبعا مدرسة كوميكس هو عبارة عن مدرسة ممكن للزوار يستفيدوا منها مجانا يجوا طبعا يتعلموا ما كل هو جديد ومهم في مجال تقنية المعلومات الحين على سبيل المثال الحين أنا سمعت عن تقنية المعلومات عن الاي تي إيش هو الاي تي كيف ممكن أن أستفيد من الاي تي فالحين أو تقنية المعلومات فممكن الحين زوار يجوا هناك ويكون عندهم الفرصة أن يسألون أسئلة مباشرة وممكن طبعا أفيدهم نعم على شكل محاضرة على شكل فصل على شكل إيش طارق كل في الكل على شكل محاضرة وطبعا مدرسة طبعا المحاضرة وكل يوم كل يوم لمدة ساعتين من الساعة 11 إلى الساعة 1 وطبعا اي حد ممكن يجي داخل ويسال واسئله مباشره ممكن تتم بينك وبين الجمهور نعم. وغيره واستطراح نعم. اشياء كثيره عاده من الساعه كم تكون من هذه الساعه 11 من الساعه 11 11 متى كل يوم صباح نعم من الساعه 11 الى الساعه 1 ما ادري التوقيت لان كثير من الناس احيانا لا في المدارس واللي في دواماتها نعم. لكن ايش اللي صاير يعني مثلا اليوم جابوا ناس من كليه شناص يعني في كليات طبعا متعاقدين مع المعرض رحلات وكذا ايوه بالضبط ويجوا من هناك وطبعا ويكون عندهم محاضرات خاصه لهم انت طارق ايش رسالتك من مشاركتك اساسا يعني نعم. انت الان تتكلم كلام عام لكن اكيد عندك هدف عندك رساله اكيد نعم. مدرسه السنه كوميكس نعم. 2009 مختلفه نعم. عن كوميكس 2008 نعم. مثلا نعم ايش المختلف الحين هو المختلف هو الحين لو تلاحظ ان تقنيه المعلومات بشكل عام مو كلمه يعني زمان واحد يقول ايش هو الكمبيوتر ايش الفوائد اللي موجوده في تقنيه المعلومات وما تشابه ذلك فالحين انا ايش اللي احاول اسوي ايش اللي احاول أوصل رسالة هو أن هذه المادة أي حد ممكن يستفيد منها سواء كان أنت في تخصص مجال تقنية المعلومات أو لا ممكن تستفيد منها إيش الأشياء اللي موجودة في تقنية المعلومات يعني على سبيل المثال إيش الحلقات أو المواضيع اللي أنا أقدمها في المعرض عندك موضوع عن تقنية المعلومات بشكل عام ما هي تقنية المعلومات إيش الفوائد تقنية المعلومات إيش الوظائف الموجودة نعم الخدمات وغيرها نعم بالضبط يعني كطالب مثلا إذا يتخرج من المدرسة إيش التخصصات اللي موجوده هل علوم الحاسب الالي صحيح. او شبكات او غيره او نعم بالضبط والان وحلقات ثانيه اللي معايا عن القرصنه مثلا ناس يسمعون عن قرصنه الانترنت وقرصنه الكمبيوتر وما شابه ذلك الحين كيف ممكن انا احمي نفسي من القرصنه صحيح. كيف ممكن احمي جهازي ايش الاشياء اللي لازم اعرفها عن طريق عن تقنيه المعلومات وما شابه ذلك
وطبعا في 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 محاضرات عن بناء مواقع إلكترونية. كيف ممكن واحد يخلق مواقع إلكترونية مفيدة واللي ممكن تفوز جوائز مثل ما شفت الجوائز اللي حصلت طبعا لموقع النورس وما شابه ذلك. على ذكر الجوائز يعني ما شاء الله يعني ما ادري بتوقف مع كل جائزة تقريبا وهي كلها جوائز ماخذينها على مستوى عالمي يعني مستوى دولي ونعم ومحلي ودولي نعم يعني جائزة أفضل خبير تقني في السلطنة من هيئة تقنية المعلومات هذه أكيد هذه أنت مع مجموعة من زملاء هذه طبعا كانت بسبب الأشياء والأنشطة اللي أنا أقوم هنا بالسلطنة يعني مثلا طبعا طلعت ورحت لنزوة وصلالة وشابه ذلك لألقي محاضرات عشان أفيد الناس وجهد منك بالعلم. شخصي أساسا نعم جهد شخصي منك بالضبط. أنت بالضبط نعم ممتاز بالضبط نعم. في جائزة أفضل خبير تقني على المستوى الدولي وهذا أفتكر مهمة ومن شركة أساسا كبيرة شركة مايكروسوفت كبير. مايكروسوفت يعني نعم وطبعا كان حصل فرصة أني أقابل بيل جيتس أوه كان حط نعم كان فرصة وهذه ثالث مرة في أمريكا في واشنطن نعم. نعم كان محضر للقاء ولا كذا بالصدفة ولا لا, لا 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 كان محضر للقاء طبعا إيش اللي صاير طبعا مايكروسوفت أعطوني الجائزة هذه وطبعا إحنا سافرنا إلى هناك وحصلت فرصة أني أقابله بيل جيتس بالنفس. وإيش علاقتك بالمايكروسوفت؟ إيش علاقتك الحين؟ الحين فقط ما في أي علاقة فقط غير إن أعطوني طبعا المسمى هذا ألا هي مايكروسوفت موست فاليوبل بروفيشنال هذا هو الجائزة الوحيد في السلطنة لمدة 3 سنوات بالتوالي. بالتوالي كم نعم. مضى عليها الحين تقريبا؟ 3 سنوات. 3 سنوات. نعم 3 سنوات نعم. رائع يعني هذه. هذا كله الله يخليك من تشجيعكم. الله يسلمك. في موقع النورس. خمس مرات من 2005 طبعا خمس مرات طبعا نال موقع نورس على جوائز محليه ودوليه نفس الشيء على مستوى العالم العربي. ليش تتوقع ايش الميزه اللي فيه؟ التكتيك السيستم الديزاين اللي مستخدمينه على موقع نعم شكل الموقع الديزاين التكنولوجيا اللي مستخدمينه على 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 موقع النورس. في ناس تقيم في ناس كذا يعني لها أكيد. تخصص معين في هذه المساله نعم بالضبط عندك ما ادري اذا سمعت عن مسابقات المواقع الإلكترونية اللي تقام هنا بمسقط وثانيا اللي تقام بمستوى العالم العربي نعم. فطبعا يكون نفس الموجودين الناس اللي متمكنين بالمادة وهم اللي طبعا يشوف على الماء نعم. وانت لك تمكن خاص أساسا طارق البلواني في جائزة عمان المعرفة أفضل جائزة أيوة. جائزة تقني بمستوى دولي أيوة. هذه من الجوائز الأخيرة أنا أتوقع هذه من الجوائز الأخيرة وطبعا أفضل الأخيرة أيوة في سلسلة من الجوائز. أي ما شاء الله ما شاء الله هذه موقع طبعا تم تدشينه السنة الماضية إبريل وفي خلال فقط سنة تمكننا نحن الجماعة اللي يشتغلوا معنا طبعا أنا ما بوحدي في الموقع هذا يعني أكثر من فريق نعم نعم وكلهم الشباب اللي موجودين في ناس اللي موجودين من الكليات ومن مدارس الخاصة وفي قطاعات الحكومة كلنا نشتغل مع بعض نعم. وطبعا هدف من الموقع هو طبعا توطيد الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لتحويل عمان إلى مجتمع رقمي طبعاً وهو هذا هدف الموقع دعوة كريمة نعم. من مولانا نعم. جلال السلطان نعم. نعم. نعم والآن نحن قاعدين نجني ثمار يعني ما يدعو إليه جلال السلطان الله يحفظه نعم. يعني موجود 18-19 مؤسسة حكومية تحت سقف واحد نعم. قاعدة تقدم خدماتها يعني اليوم أكثر من جهة دشنت خدماتها أمس كان 19 خدمة لوزارة الإسكان وهكذا بالنسبة للجهات الحكومية الأخرى نعم. هذه ترجمة كثير ممتازة ومن بيجني ثمارها المواطن المتلقي للخدمة طارق البرواني عجبني حماسك الله يخليك وصدقك في 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 انك انت قاعد تقدم شيء نعم واخدم وطني عمان ان شاء الله بالضبط ومثلك وامثالك كذا موجودين في هذه البلاد ما نعم. شاء الله كذا عندهم هذه الروح الجميله نعم. وهذه عمان المعرفه طبعا كلهم الناس اللي مثل امثالي ايش اللي نسوي نحن نشتغل مع بعض كلنا نشتغل مع بعض علشان طبعا مثل ما قلت لك لتلبيه وتوطير رؤيه صاحب جلاله السلطان نعم. كيف الواحد يطور نفسه كيف الواحد يخدم نفسه كيف الواحد يوصل إلى هذا المستوى العالمي طارق ضروري جدا أن الشخص لازم يكون معك هدف معين إذا عندك هدف معين رسالة تركز نعم وتركز على الهدف هذه طبعا ممكن إن شاء الله تتمكن في أي شيء لوين أنت تبي توصل وين هدفك وين رسالتك أنا هدفي هو طبعا أي العلم الأشياء اللي أتعلمها وأن أخدم وطني عمان هذا هو الهدف الوحيد كيف طبعاً. تطور أدواتك طارق البرواني؟ دائماً حاول أقرأ الكتب وأقرأ المجلات وأنا في الوقت الحالي طبعاً حضر دكتوراه في مجال إدارة الشركات والأعمال موفق وطبعاً لازم أشكر والدي
والدي هو اللي اكثر واحد اللي دائما مركز علي وكل ما يشوفني تعرف من هنا طالع من التركيز يجيبني في مكاني. حلو رائع نحييه. وحلو طارق هذا الحماس، حلو ان احنا نشوف طارق